أكبر أولاد السلطان محمد الفاتح وتامن سلاطين الدولة العثمانية. حصلت في عهده الكثير من الأشياء اللي غيرت مجرى التاريخ، عرف بشدة ورعه وتدينه وميله إلى السلام، حتى اعتبروا البعض من الأولياء الصالحين السلطان بايزيد الثاني. فيا ترى من هو السلطان بايزيد الثاني؟ وكيف وصل للحكم؟ وما هي أهم إنجازاته وأعماله؟ وكيف كانت نهايته؟ ويا ترى ايه هي علاقة السلطان بايزيد الثاني باكتشاف امريكا؟ لكن قبل ما نبدأ ياريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع اصحابك عشان يوصل لناس اكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وقول لنا رأيك في التعليقات. ولو حابب ان انت تدعم القناة عن طريق موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناة هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي اول تعليق. أنجب السلطان محمد الفاتح من زوجته أمينة جلبهار خاتون ابنهم بايزيد الثاني سنة 1447 ميلاديا، وفي عمر السبع سنوات وبعد فتح القسطنطينية عين السلطان محمد الفاتح ابنه بايزيد والي على مدينة أماسيا للتدرب على شؤون الحكم والإدارة. وتعلم بايزيد العلوم الشرعية على إيد أكبر علماء زمانه وهو الشيخ محيي الدين محمد الإسكليبي، لجانب الرياضيات والفلسفة، وأتقن اللغات الشرقية زي العربية والفارسية والتركية. استمر بايزيد وليا للعهد ل 27 سنة، وفي 1473 ميلاديا شارك بايزيد هو وأخوه مصطفى مع السلطان محمد الفاتح في معركة أطلق بيلي ضد دولة الآق يونلو بقيادة أوزون حسن. وقالت بعض المصادر العثمانية التاريخية إن بايزيد الثاني شرب الخمر وتعاطى الأفيون في شبابه، لكن حسب المؤرخين المعاصرين زي المؤرخ أحمد آق قندز إن الرواية دي خاطئة وضعيفة وإن هناك شبهات حولها. وفي الوقت ده لم يكن على قيد الحياة من أولاد السلطان محمد الفاتح إلا أولاده الأمير بايزيد والأمير جم. ومع نهاية السلطان محمد الفاتح عام 1481 أخفى الوزير الأعظم محمد باشا القرماني الخبر عن الجنود وأرسل سرا إلى الأمير جم يطلب منه القدوم مسرعا للعاصمة لاستلام العرش، لكن اعترض بعض الموالين للأمير بايزيد الرسالة وتم إبلاغه بالخبر وقرر التحرك مسرعا إلى العاصمة. والحين وصوله أعلن الأمير قرقد ابن بايزيد واللي كان موجود في إسطنبول نفسه نائب على السلطنة لمدة 17 يوم، في حين علم الأمير جيم بالخبر متأخرا ولم يتمكن من التوجه إلى العاصمة. ولما عرف جنود الإنكشارية بنهاية الفاتح أعلنوا التمرد وعبروا البوسفور ودخلوا العاصمة وهجموا سرايا الوزير الأعظم ونهبوها وقتلوه، بالإضافة لقيامهم بأعمال السلب والنهب في المدينة والإغارة على بيوت الأعيان. وفي 22 مايو 1481 وصل السلطان الجديد إلى عاصمة ملكه، وبكده أصبح بايزيد الثاني هو السلطان العثماني. أما الأمير جيم فرفض الاعتراف بسلطة أخوه وأعلن نفسه سلطان عشان يبدأ من هنا الصراع بين الأخوين. توجه جيم إلى مدينة بورصة العاصمة العثمانية القديمة فانضمت إليه حاميتها وبلغ بداية جيشه 20,000 جندي. فعبر السلطان بايزيد إلى أسكودار على رأس جيش من 40,000 جندي للقضاء على العصيان، لكن أرسل إليه الأمير جيم عرض للصلح هيقسموا الدولة العثمانية بينهم، فيحكم جيم البلاد الأسيوية في حين يحكم بايزيد البلاد الأوروبية. لكن رفض السلطان بايزيد عرض أخوه، وبالقرب من مدينة يينشهير دارت بين الجانبين معركة انتهت بهزيمة الأمير جيم وفراره إلى مدينة قونيا. ومن هناك قرر ترك الأراضي العثمانية مع بعض أهله و 3,000 من جنوده، ولجأ إلى إمارة بنو رمضان ومنها إلى دولة المماليك لطلب المساعدة. وفي مدينة القاهرة استقبل السلطان قايت باي الأمير جيم أحسن استقبال، وبعد عدة أشهر توجه جيم لأداء فريضة الحج عشان يكون بداه هو الرجل الوحيد من السلالة العثمانية اللي قام بالحج طوال 6 قرون. أما السلطان بايزيد فصار إلى قونيا وأخضع جميع المناطق اللي سيطر عليها أخوه. وسنة 1482 عاد الأمير جيم إلى الأناضول مرة أخرى وحاول إشعال تمرد جديد ضد السلطان بايزيد،
بالتعاون مع الأمير قاسم بيك القرماني آخر أمراء بنو قرمان، ووعدوا بإحياء الإمارة القرمانية حال توليه السلطنة. فحاصر الاثنين مدينة قونيا، لكنهم فشلوا في السيطرة عليها، ورفض الأمير جيم عرض السلطان بايزيد عليه بمنحه 1,000,000 قطعة فضية والسماح له بالإقامة في مدينة القدس. ولما عرف الأمير جيم بأنباء وصول جيش كبير لقتاله، فر إلى جزيرة رودوس التابعة لفرسان الإسبيترية لمساعدته على الوصول إلى مصر بسفنهم. لكن الصليبيين في جزيرة رودوس لم يفوتوا الفرصة دي، واتفقوا مع السلطان بايزيد على الحفاظ على الأمير جيم بعيدا عن السياسة وعن الأراضي العثمانية مقابل 45,000 قطعة ذهبية سنويا. وتم بعدها نقل الأمير جيم إلى فرنسا عشان يكون في قبضة الدول الأوروبية للضغط على الدولة العثمانية. واستمرت إقامة جيم في فرنسا لحوالي 6 سنوات كاملة، وانتقل منها إلى مدينة روما، واستمر في الأسر في إيطاليا حتى نهاية حياته، بعد أن دس له بطريرك الفاتيكان السم قبل تسليمه لملك فرنسا سنة 1495. كان السلطان بايزيد الثاني ميالاً للسلم على حساب الحرب والفتوحات، على العكس من والده السلطان محمد الفاتح، وفي بداية حكمه اتبع سياسة منحازة لصالح العلماء والعائلات العثمانية الكبيرة على حساب الجيش والإنكشارية، فأعاد للعلماء امتيازاتهم السابقة اللي تم منعها عنهم زمن السلطان محمد الفاتح. ومن أجل الحصول على تأييد العلماء ودعمهم له، أعاد بايزيد الأوقاف اللي كان السلطان محمد الفاتح صادرها بغرض تجهيز الجيوش الغازية. وبعد انتهاء الصراع مع الأمير جيم، تحرك السلطان بايزيد الثاني سنة 1484 على رأس جيشه في أولى حملاته العسكرية. كان الهدف هو إمارة البغدان، ونجحت الجيوش العثمانية بقيادة السلطان بايزيد في فتح مدن كيليا وأقرمان بعد استسلامه. وبالفتوحات دي تم عزل إمارة البغدان عن البحر وتأكيد الوجود العثماني في غرب البحر الأسود. فتوجه حاكم البغدان الأمير ستيفان إلى مقر بايزيد الثاني وأعلن خضوعه وتبعيته له. في الوقت ده كانت الدولة العثمانية ودولة المماليك هما أقوى دولتين في العالم وقتها، وكانت العلاقات سائد بينهم في الفترة الأخيرة، خاصة مع تعرض الحجاج العثمانيين للسلب والنهب على إيد البدو ورفض المماليك عرض الدولة العثمانية بإرسال قوات لحماية الحجاج. فأخر المماليك إرسال المجوهرات والهدايا اللي أرسلها ملك جنوب الهند للسلطان بايزيد، فاشتعلت بداء الحرب المملوكية العثمانية سنة 1485، واللي كانت عبارة عن مناوشات ومعارك بين الدولتين للسيطرة على إمارات ذو القدر وبنو رمضان. ولم تنتهي الحرب دي إلا بعد تدخل ووساطة من يحيى الثالث سلطان الدولة الحفصية في تونس، فانتهت الحرب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وتبعية إمارة بنو رمضان للمماليك وتبعية ذو القدر للدولة العثمانية. وخلال عهد السلطان بايزيد حصلت الكثير من الأشياء اللي غيرت وجه العالم إلى ما نعرفه اليوم، زي سقوط الأندلس بعد حكم إسلامي استمر فيها لثمان قرون، واكتشاف العالم الجديد في الأمريكتين في نفس السنة. ويقال إن كريستوفر كولومبوس عرض على السلطان بايزيد الثاني تمويل رحلاته لاكتشاف العالم الجديد، لكن السلطان بايزيد رفض لعدم قناعته بالفكرة، ولم يوافق على مطالب كولومبوس إلا ملوك أسبانيا. ومع اكتشاف العالم الجديد أبدى السلطان بايزيد الثاني ندمه على عدم انتهاز الفرصة. في الوقت ده كانت أسبانيا تم توحيدها تحت قيادة ملكيها فرناندو وإيزابيلا، وشنوا حربهم ضد آخر معاقل المسلمين في الأندلس واللي هي غرناطة. فطلب حاكمها أبو عبد الله الصغير المساعدة من المماليك والدولة العثمانية. لم تفعل دولة المماليك شيء يذكر، أما الدولة العثمانية فقررت تقديم المساعدة بأكثر من صورة، لكن ده لم يمنع من سقوط الأندلس في النهاية في إيد الملوك الأسبان. ولو حابب أننا نتكلم عن علاقة الدولة العثمانية بالأندلس ومحاولات إنقاذها، اكتب رأيك في التعليقات. أدت محاولات مملكة بولندا وليتوانيا في شمال أوروبا للتدخل في شؤون إمارة البغدان سنة 1497 بسبب خوفها من الوجود العثماني على البحر الأسود وتحريضهم الأمير ستيفان ضد الدولة العثمانية، إلى إعلان الدولة العثمانية الحرب ضدها، خاصة بعد أن شن الملك البولندي يوحنا ألبرت غارات على المواقع الإسلامية في البغدان.
فأرسل السلطان بايزيد جيش بقيادة والي سليسترا منقش بالي بيك في حملتين متتاليتين سنة 1498. وفي الحملة الأولى انهزم الملك البولندي في معركة بوكوفينا وهرب، وفي الحملة الثانية تم الإغارة على مناطق ومدن بولندا وتخريبها. وخوفا من ضياع بولندا وليتوانيا قررت المجر والبندقية إعلان الحرب على الدولة العثمانية، فرد السلطان بإرسال والي البوسنة للإغارة على شمال إيطاليا. وللمرة الأولى في التاريخ العثماني تتقدم القوات العثمانية إلى ضواحي مدينة البندقية وإقليم التيرول، لكن بسبب مواقعها الحصينة كجزيرة اكتفى الجيش العثماني بتخريب الحصون التابعة لها، وتم إحراق وتدمير 130 قرية وقلعة. تزامن ده مع استمرار القتال البحري مع أسبانيا دفاعا عن مسلمي الأندلس. كان الهدف العثماني هو إنهاء وجود البندقية في جزيرة المورا. فتوجه السلطان بايزيد الثاني سنة 1499 على رأس جيشه برا نحو مدينة ليبانتو، وتم فرض الحصار عليها. وأبحر الأسطول العثماني بقيادة كمال ريس إلى أن وصل إلى مدينة نافارين في البحر الأيوني، وهناك اشتبك مع أسطول البندقية في أول معركة بحرية عثمانية مفتوحة، وهي معركة سابينزا أو معركة ليبانتو الأولى. فقد أمر الرئيس كمال بوضع المدفعية على سفن الأسطول العثماني لضرب سفن البندقية، وفي قتال ملحمي ضم 400 سفينة وألاف البحارة تم هزيمة أسطول البندقية وأسر قائده أنطونيو جريماني. وبعد 33 يوم سقطت مدينة ليبانتو في إيد الجيش العثماني. وفي السنة اللي بعدها حاولت البندقية استعادة المدينة لكنها فشلت، وتعرضت لهزيمة ساحقة جديدة في معركة ليبانتو الثانية أو معركة مودون، وتم فتح ما تبقى من بلاد المورا. وعام 1503 كان على البندقية طلب السلام والاعتراف بالمكاسب العثمانية. أنجب السلطان بايزيد الثاني 8 أولاد و19 بنت، لكن في أواخر عهده لم يتبقى من أولاده الذكور إلا 3 فقط، هما أحمد والي أماسيا وقرقد والي منسة وسليم والي طرابزون. في الوقت ده كان أعلن إسماعيل الصفوي نفسه ملك على بلاد إيران وتلقب بالشاه، مؤسسا بداية الدولة الصفوية في إيران سنة 1501. واعتمد المذهب الشيعي الاثنى عشرية بدلا من المذهب السني مذهب رسمي للبلاد، وقام باضطهاد وقتل المسلمين السنة، وأرسل إلى كل من البندقية والمماليك في مصر يطلب منهم التحالف لقتال الدولة العثمانية. وكان هدف إسماعيل الصفوي هو احتلال الأناضول ونشر المذهب الشيعي فيه. وعام 1507 أغار إسماعيل الصفوي بجيشه على إمارة ذو القدر وقام بإحراقها. فرد الأمير سليم على التصرفات دي بشن 3 حملات على بلاد جورجيا التابعة للدولة الصفوية، وتمكن من فتح مدن أرزنجان وقارس وأردروم. فطلب إسماعيل الصفوي تدخل السلطان بايزيد، وبالفعل انعقد الديوان الهميوني وأمر بإعادة الأراضي اللي تم فتحها إلى الدولة الصفوية، مما أغضب الجيش وقوات الإنكشارية ورفع من مكانة الأمير سليم. فظهرت من هنا مشكلة عصيان أولاد السلطان بايزيد الثاني عليه، وده بسبب تدخل القادة والوزراء العثمانيين في أمور ولاية العهد نتيجة لكبر السلطان بايزيد في السن وعدم قدرته على مباشرة أمور الحكم كما كان في السابق. فدعم كل فريق أحد أولاد السلطان، فاشتعل بداية صراع جديد على العرش في الدولة العثمانية، وكانت الغلبة في النهاية من نصيب الأمير سليم. وتجنبا لاشتعال صراع بين أولاده على الحكم، في حال أصر على رأيه بتولية الأمير أحمد، اضطر السلطان بايزيد الثاني إلى التنازل عن العرش إلى ابنه الأمير سليم، وسافر بعدها للاعتزال في بلدة ديموطيقة. لكن في طريقه إليها انتهت حياة السلطان بايزيد سنة 1512 ميلاديا 918 هجريا، فقال البعض ان تم تسميمه على ايد ابنه السلطان سليم الاول، في حين انكر البعض التهمة عن السلطان سليم. عشان ينتهي بكده عهد السلطان بايزيد بعد ان استمر في الحكم 31 سنة وشهرين، واجه خلالها الكثير من الأخطار الخارجية والداخلية اللي كان ممكن أن تقضي على الدولة العثمانية بالكامل، لكنه نجح في الصمود أمامها بحكمة وصبر والحفاظ على وحدة واستقلال الدولة العثمانية. لكن تحققت مخاوف السلطان بايزيد الثاني واشتعل الصراع بين أولاده من بعده على العرش،
ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وتشاركه مع اصحابك عشان يوصل لناس اكتر، وتستنى الحلقه الجديده وتشوف الحلقه اللي فاتت، وقول لنا رايك في التعليقات والمواضيع اللي تحب نتكلم عنها. وتقدر تتابع حسابات القناه على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، ولو حابب ان انت تدعم القناه ماديا عن طريق موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناه هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي اول تعليق. شكرا.